لماذا لحم الخنزير حرام؟ إن الأحكام في الشريعة الإسلامية والتي وردت في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعد أحكاما تعبدية، والأصل أن يلتزم بها المسلم كما جاءت من عند الله تبارك وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبالتالي فإن على كل مسلم أن يلتزم بهذه الأحكام، سواء أدرك الحكمة من وراء هذا الحكم الشرعي أم لم يدركها. ورد تحريم تناول لحم الخنزير في النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والأدلة التي ذكرت على ذلك عديدة. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقال في آية أخرى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يوضح الله تعالى تبارك وتعالى وهو الخالق العليم الخبير بأن العلة في تحريم الخنزير هي في قوله تعالى: فإنه رجس. ومعنى رجس أي أنه نجس وهو ضار جد ومؤذ كله، ونتن لحمه وعظمه وجلده. وتعد هذه العلة علة ذاتية، فهي قائمة لا يمكن أن تنفك أبدا عن لحم الخنزير ولا عن باقي أجزاء الخنزير. فجميع أعضاء الخنزير محرمة، لحومه وشحومه وعظامه وجلوده وغيرها، فكل ما ينتج عن الخنزير فهو محرم لهذه العلة. هذا من شأنه أن يوضح أن العلة في التحريم لا تعد علة عارضة أو علة مكتسبة، فالعلة العارضة مثل أكل الخنزير للقاذورات وتناوله للقمامة والنفايات تحدث في بعض الدول فقط دون غيرها، لأن الدول الغربية تطعم الخنزير أعلافا وتربي الخنازير في حظائر وزرائب صحية ونظيفة ومغلقة وربما مكيفة كذلك، وعندها تنتفي هذه العلة العارضة. العلة في كون الخنزير رجس أيضا ليست مكتسبة، فلا تزول العلة بزوال سببها كإصابة الخنزير ببعض الأمراض كالأمراض الطفيلية والأمراض البكتيرية والأمراض الفيروسية، لأن هذه الأمراض مكتسبة ويمكن السيطرة عليها إما بالعلاج بواسطة المضادات الحيوية التي تستخدم ضد مسببات بعض الأمراض السابقة، أو بأسلوب استخدام اللقاحات الوقائية وهي مستخدمة وشائعة جدا. لذلك فإنها تنتفي جميع العلل المكتسبة ولا تعد عللا صالحة للتحريم. يحتوي لحم الخنزير الذي حرمته الشريعة الإسلامية على الدهون بكميات كبيرة، ويمتاز لحم الخنزير باندحال الدهن فيه ضمن الخلايا العضلية، وعلاوة على ذلك فإن الدهون الكثيرة تتواجد خارج خلاياه وفي أنسجته الضامة، فالدهون موجودة في الأنسجة بكثافة عالية. أما لحوم الأنعام فإنها تنفصل فيها الدهون عن نسيجها العضلي، ولا تتموضع الدهون المتعلقة ببقية الأنعام الحلال ضمن خلاياها، ولكنها تكون خارج الخلايا. يعد لحم الخنزير لحما غنيا بالمركبات المحتوية على نسب عالية من الكبريت، مما يجعله ذا تأثير على قابلية الامتصاص في الأنسجة الضامة للماء، فتصبح الأنسجة الضامة بسبب ذلك مثل الإسفنج، فتكتسب شكلا كيسيا واسعا، مما يؤدي نتيجة لذلك إلى تراكم بعض المواد المخاطية داخل الأوتار وداخل الأربطة والغضاريف، ويؤدي نتيجة لذلك إلى جعلها رخوة، الأمر الذي يهيئ للإصابة بالالتهابات، وخاصة الالتهاب الذي يعرف بالتهاب المفاصل التنكسي، والذي يصيب المفاصل وخاصة بين الفقرات، ويؤدي أيضا إلى تنكس في العظام، وتصاب الأنسجة المحتوية على الكبريت بالتعفن والتخمر كذلك، وتنتج عن الأنسجة المكبرة روائح كريهة فواحة بشكل كريه بسبب غاز الكبريت الهيدروجين الذي تطلقه تلك اللحوم،
حسب الدراسات التي أجراها بروفيسور روف، فإن تناول الوجبة الدسمة في المساء والمحتوية على لحوم الخنزير يعتبر أساسا تمهيدا في التحول السرطاني للخلايا، وذلك بسبب احتواء لحم الخنزير على هرمون النمو وأثر هذه اللحوم في رفع الكوليسترول في الدم، وهو كوليسترول كبير الذرة مقارنة بالكوليسترول الطبيعي. يؤكد الدكتور هانس هايترش في دراساته بناء على التجارب التي أجراها على احتواء لحوم الخنزير على نسبة تعتبر نسبة عالية في مادة الهيستامين، والتي تسبب الأمراض الجلدية التحسسية لآكلي لحم الخنزير بنسبة أكبر من غيرها مثل الإكزيما، وأيضا التهاب الجلد المعروف بالتهاب الجلد العصبي، وكذلك العديد من الأمراض التي تنتج عن الارتفاع في كمية ونسبة الهيستامين في الدم. وتوصل الدكتور هانس إلى أن مرض الشرى والحكة التي يصاب بها آكل لحوم الخنزير تتلاشى وتنتهي عند الامتناع عن أكل لحوم الخنزير بشكل مطلق، وكذلك الامتناع عن تناول المنتجات التي يتم تصنيعها من لحوم الخنازير.